في اخر في البدايه من التايم اوت الثاني سحم عمان ضغط شوي، وانه نشوفه انه الضغط الحين على الهلال اكثر من سحم عمان، لانه الهلال مطالب انه سحم عمان ما يسجلش 20 اكثر من 20 نقطه في كل شوط. اي شوط صح. يعني لو نشوفه سحم عمان وصل للنقطه 16، وحتى ولو النتيجه كانت 16 16 17 17 ديما تخدم لصالح سحم عمان اكثر من هي تخدم الفريق الهلال، وهنا الهلال يدخل في اكثر ضغط، والضغط يولد اكيد الاخطاء. شفنا اكثر سحم عمان يلعب سريع ومع اللاعب رقم 9 ماجد بن حمدان اللي كان هو اكثر وقت قابل رفع نادي الهلال، يعتبر اقصر لاعب في البلوك. كيف في الشوط بالاخص في نهايه الشوط الاول ما شفناش احمد صلاح على مستوى الهجوم، حتى خرجها المدافع، قام بتغيير تكتيكي لما يكون الرفاع الامام واحمد صلاح خلف، كان بيغير ضارب الامام ويدخل رفاع مكان احمد صلاح. كيف احمد صلاح دير طول البطوله هذه ما شفناش يخدم في ارسال مش احمد صلاح نبيه. صح، مش احمد صلاح اللي احنا نعرفه. اي اكيد، يعني يخدم في ارسال فلوتر، يعني مش الارسال الهجومي اللي تعودنا به، اللي يجيب به بثلاثه واربع نقاط في كل شوط. حقيقه يعني وجه مغاير لحد الان لاحمد صلاح، انا ما ادري شنو الاسباب بالضبط. ايضا كابتن جمال، مش احمد صلاح هو الوحيد اللي بعيد عن المستوى، حتى ياسر